احنا من الساعة 4 الفجر وقبل الفجر واحنا هنا والصالة بنستنى الانتظار عشان نسافر بدنا اتعالج، وهاي قاعدين بنقول ان شاء الله ربنا يسهل امورنا انه ايش نسافر. وهي يعني كل الواحد قاعد على اعصابه، يعني قاعد بيقول الله يستر ان شاء الله ربنا هيك من عنده تسهل الامور وان شاء الله نصل نروح نيجي بالسلامة وان شاء الله ربنا يشفينا. Thank you.